العائلة اللي شافوا هادشي هذا يقولوا لك شو هذا. اخويا شوف، لا يكتب على شي واحد شي حاجه اللي تضر في وليداتو ولا تضر في الاسره ديالو. بنيه ديال 14 عام اش فيها؟ يضحكوا عليها صاحبي، واحد كيديها بالليل، واحد بالنهار، واحد بالليل، واحد بالنهار دايرين عليها. واحد بالليل واحد بالليل. واحد بالليل قال لك، واحد كيطلقها الاخر كيديها. واحد القهوه في بقرعه، هذاك هو السرباي ديال القهوه، هو اللي كان حتى هو باس معاه هاد الاربع ايام. حتى هو السرباي ديال القهوه كيقول لهم انا في بقرعه. ومشينا عنده انا والدراري، كيقولنا راه دا واحد خينا، هو راه عارفها، هو عارفها معاه من سعد لي صونا. حنا مشينا عند داك خينا، قال سيروا للسكه ديال التران، مشينا للسكه نقلبوا عليه، هو غوت له قال له راه ما كاينه. خليك معايا خليك معايا. اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام، متابعي قناه شوف تيفي، مرحبا بكم معي في هذا البث المباشر. جمعة مباركة، لكن مشاهدينا ومتابعي قناة شوف تيفي، قضية خطيرة ستهز المغاربة. قاصر تعرضت للاختطاف وهي في طريقها للمدرسة، والعصابة داوها لكهف وداروا فيها ما بغاو. مشاهدينا ومتابعي قناة شوف تيفي، والأب معنا الآن غادي حماق كما كتشوفوا معي وعلى المباشر. والأكثر من هذا أن البنت حتى ملي مشات لمركز الإيواء اللي وضعتها فيه المحكمة، ملي خرجات غادا للمدرسة عاوتاني ما رجعاتش ليومنا هذا، شهر دابا والبنت باقا على برا. الأب قال لك ما خليتش فين قلبت. أخي مرحبا بك وتلبية لنداءك بعد تواصلك مع قناة شوف تيفي، حنا معاك. سي عزيز مرحبا بك على المباشر. أشنو وقع البنية؟ شنو سميتها؟ عطينا الصورة ديالها. إلا كانت سارة الواقف داوها البقرعة واغتصبوها هما، قال لك واحد كيديها بالليل وواحد بالنهار. ها الصورة ديالها فين؟ نعم عاود لي كيفاش هاد البنية خرجت النهار الأول؟ النهار الأول أنا كنت في الخدمة، مشيت عندي الصباح خليت البنت ناعسة ومشيت للخدمة. نعم خدام هي هذيك، غوتوا لي واحد الدري غوت لي قال لي بنتك راه خرجت من الدار، اجي شوف بنتك فين مشات. جيت اسيدي للدار ما لقيتهاش، كان هبط لهنا الحمرية، درت الشكاية نهار السبت. أنت خدام؟ خدامة كنخدم أنا البني. البنت عادية في دارهم مع أمها مع حتى شي حاجة، واش رصا معاها ولا شوف شنو دار معاها. المهم خرجت عنده تما حدا الدار، هزها بالموطور داها البقرعه شي واحد. شي واحد داها البقرعه صافي، من تما ما عاودتش بانت. 8 ايام وانا كنقلب، وقت غوت لي واحد خينا كل خطره كيقول لي في جهه ميكانيك ولد بقرعه كيغوت لي كيقول لي كل خطره راه في جهه. شويه تاع اللي مشيت باش عرفها هو كل خطره في جهه. هو كان كيكون معاه حتى هو والسرباي ديال القهوه وشي وحدين اخرين. هما الدراري كبار هادو؟ كبار، هما شي 17 لواحد، هما جايين ربعه ديال الناس. 17؟ شي 17 لواحد، كل واحد كان كيديها فوق. وهذاك السرباي ديال القهوه مشيت انا والدراري. علاش الشريف غير ما تزربش علينا؟ كيفاش 17؟ 17 لواحد، تاع اللي مشيت لتما قال لك راه واحد كيجيبها. في الاول قلتي لي غير 4 شهم ولاو 17 دابا. هذوك الربعه هما اللي شدوا، والاخرين ما مشدودينش كاع، كلهم هربوا من بقرعه. وهذا ما كاينش شي واحد دابا في بقرعه، هربوا هذوك الدراري كلهم. واش ثابت في حقهم انهم كانوا مع البنت؟ اعترفت بهم البنت؟ كانوا مع البنت، البنت كتقول لك راه كانوا فلان وفلان وفلان وفلان. دابا هي داوها لان ما عرفناهاش فين كاينه. واخا انا ديال المره الاولى اللي مشات فيها، المره الاولى 8 ايام وهي تحت الارض. تحت الارض؟ كف واحد الكف فيه وقيلا شي 50 متر تحت. غار 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 ديال البلاصه فين كانوا كيجبدوا الرمله. ديال الكهف زعما. كف كانوا كيجبدوا فيها الرمله. من تما مشينا حنا كنقلبوا. كانوا سدوا عليها في غار؟ في غار كانوا كيخليوها فوق الغار، يخرجوها للقهوه ولا يردوها لتما بالموطور. صافي كل خطره كيديها واحد الدار مهجوره، كيقولوا لك الدار مهجوره. كانوا كيبيتوها تما، واحد قال لك كيجيب الفراش كيبيتها في الليل، قال لك الاخر كيديها في الصباح، قال لك الاخر كيديها في الليل. شي كيديها في الصباح وشي يديها في العشيه. شي كيديها في الليل. نفس الدريه نفس البنت. نفس الدريه، النهار اللي جابوها البنت مشرشمه مقرقبه ما فيها ما يتشاف، عينيها مبلقه. انا كنقول لها بنتي. كانوا كيعطيوها الفانيه. كانوا كيعطيوها لا دروك هكشي ديال القرقوبي. باش ما تعقلش على راسها. باش ما تعقلش على راسها. النهار اللي جابوها كيقول لها سيري مع بوك، كتقول لهم انا ما عنديش بو ما عنديش امي. نكراتك انت. نكرتني بمره انا وامها، نكرتناها كاع، كتقول لك ما عندي لا بو لا امي. غير زقي يدك باش الصوره تبقى تبان للناس اللي كيشوفوا معنا ولا شافوها يتواصلوا معاك. كتقول لك انا ما كاين عندي لا با لا امي، انا بنت الخيريه. كتقول لك انا فاش جابوها البوليس. فاش جابوها البوليس كتقول. وانت مشيتي قلبتي تما يعني فين قلبتي؟ كان كيغوت لي واحد خينا تليفون، هو كيدير قال لك تريسيانا ولا ميكانيك تما بفوكرعه. كيغوت لي كيقول لي كنغوت له كنقول له شنو، كيقول لي سير البشر. اول نهار البنت بنت سيدي بوزكري بنت دار الضياك. سيدي بوزكري ياك حي الاناره. حي الاناره حدا بلاصه الطوبيس. هي هذيك مشيت اسيدي غوت لي، طلعت لمجاط النهار الاول، قال لي طلع راه في مجاط كيجلسوا في واحد القهوه هي شي صحاب المواطر. طلعت لمجاط بالليل ما لقيتش. الغدا صونيت عليه قال لي سير البقرعه، راه بقرعه غتلقاها في واحد البلاصه فين فين. مشيت البقرعه لك الجنانات ما لقيتش. اللي غوت له قال لي سير العوينه ديال الوزين
اللي في الهبطه ديال لوزين من هيك. كاع الخلاوات درتي عليهم. تما ما لقيتش اللي غوت له، قلت له صاحبي، قال لي قلت له ما تكذبش عليا واش كاينه، قال لي سير راه بدخيسه فواحد البلاصه فيها الجنانات فيها واحد البراكه تما كيبيعوا فيها كشي ديال المخدرات، غتلقى البنت ديالك تمايا. مشيت ما لقيتش، مشي اللي عاود غوت له قال لي سير للعوينه ديال مجات. مشيت لواحد العوينه في مجات، دخلت لها قلبت فوق الويدان ما كاين حتى شي حاجه. هذيك نهار 6 ايام، نهار 7 ايام سردني جهه المهايا، هذاك خلاد المهايا، مشيت للمهايا والو. نهار 8 ايام قلت والله تنمشي لبقرعه، وليت مشيت لبقرعه سولت شي براس الصغار تمايا فواحد البلاصه سميتها الكراكر، قلت له ولادي فين جات العوينه؟ قال لي عمي راه العوينه جات ليه تبعت الطريقه اللي سير على داك اليمن. قال لي ودور، قال لي عاود ولي دور على اليسار، كريت موتور تريبورتو. مشيت انا واحد لقيتي كدور، خرجنا فواحد البلاصه كاع كتعتب واحد البلاصه فيها الروضه، مشينا لك البلاصه لقينا روضه، قال لك تهبط من الروضه لتحت تلقى العوينه، هبطنا لتما كنلقاو العوينه، وهما ديك الساعه كانوا بيها تما، ساعة اللي شافونا حنا دخلنا هما هربوها، دخلنا حنا للكف واحد الكف وراه دخلتي زعمتي ودخلتي للكهف وبشي دخلنا حنا ثلاثة ديال الدراري مشاو معايا، دخلنا لك الكف لقينا فيه واحد واحد الكاشات وشي بونجات، يعني اثار ديال ان بنادم كاين تما، بونجات ديال اثار، واحد البونجات ديال 1000 ريال، لقينا القراعي ديال الشراب الروج نيكستا كلشي تما مزاوط في وسطها، السليبات ديال البنات ديال كلشي تما مزاوط. هي هذيك بقينا كنقلبوا فوق الكف حتى وصلنا للراس ما لقينا والو، رجعنا بحالنا لقينا واحد السيد قال لك بنتك راه كاينه هنا، كاينه في هذاك الغار، قال لك راه كاينه هنا، واخا دخلتي للغار وقلبتي ما لقيتش والو، وقالوا لك راه كاينه، قال لك راه كاينه هنا. هي هذيك السيد قال لي راه كاينه هنا، رجعنا لونسيناها عند المخزن، هي هذيك تبلغوا بينا، قلبنا هذيك الليله لا ما كاين والو، اللي ليه ما مشيتش انا، اللي ليه مشاو هما رجال الامن الوطني، رجال الامن الوطني مشاو تما كيلقاو البنت مع 8 ديال الصباح شدوها جابوها. كنت خدام انا في تولال كندير الداله، غوتو لي كدير البني، كندير البني، غوتو لي جيت من تما من تولال جيت عندهم، مازال بلا غدا ولا شي حاجه دزناه زينا البنت دينا للكوميساريه الكبيره المنصور، من المنصور دا واحد خينا هزا من تما دا البانيو باش يديروا لها الخبره الطبيه، يديروا لها الخبره، داروا لها الخبره، لقاو البنت ساليه بمره. كيفاش؟ مغتصبينها اغتصاب، مقرقبه واغتصاب، ومعاودين وكذا، انت كنت كيديها واحد في الليل وكيفاش؟ واحد كيديها بالليل واحد بالنهار، قالت لي قالت لي كنسولها قالت لي تناوبوا على هذا، قالت واحد كيديها قبل هي ديال 14 عام، يعني حتى البنت هاد صغيره باقا البنت صغيره راه ما كيبرهوش، كتشوفوها مش عارفه هذه البنت عطيها درهم تمشي معاك مسكينه ما كتعرف حتى شي حاجه. هي هذيك جناها مشينا من تما ولينا دينا هذا، جابوا شي دراري شدوهم واحد الربعه، ما عرفتش واحد اللي عارف سميتو، اخرين ما عرفت حتى شي واحد سميتو، ما عندنا ما نديرو بالسميات، سمياتهم راه عند الضابطه القضائيه، الضابطه القضائيه هي تتحكم عليهم وكسع داك الشيء اللي كاين. هي هذيك جيت ما لقيتش، جبتي البنت كي رجعتي البنيه من اللي رجعت؟ قلت لها البنت يا بنتي تمشي معايا، كتقول لك انا ما نمشيش معاك، ما عندي ما ندير معاك في الدار. كيفاش يلاه يا بنتي؟ كتقول لك لا انا ما نمشيش. ولي بنتك نكراتك با عزيز، بنتي نكرتني بمره، هي هذيك هزيناها داوها، ما حيلتك المصيبه اللي واقعه ليها، ما حيلتك انها نكراتك هي كاع واقعه، ما حيرتي الاغتصاب وداك الشيء اللي واقع لها، ما حيرتي لبنتي ترجعها. دابا بنتي انا ضعت في بنتي، ومن نجيب انا هذه بنتي منين؟ دابا البنت هذه من نجيبها انا؟ هي كنقيل كندور في مكناس ما خليت فين ما مشيت. الريالات اللي كانوا عندي دقيتهم ما خليت حتى بلاصه، ولكن دابا ما كاينش اللي يقول لك ها هي فين، كل خطره يقول لك واحد راه بلاصه فلانيه، الاخر يقول لك بلاصه فلانيه الاخر. واخا جبتوها، جبتو البنيه ها هي، خرجتوها من الغار، شدوا هذوك الربعه اللي قلت، شدوا الربعه ولاو تقدموا، عطات هي السيد، لا ما تقدموش هما، مازال ما تقدموش، شدوهم يومين ولاو ردوها لابتسامه، باتت تما لغدا صيفطوها لمركز الايواء، المركز ابتسامه في عين السلوقي، خرجت لغدا الصباح قالت البنت راه ما كايناش، ولاو مشا جابوها من الكف، جابوهم واحد جوج براهش، دوزو باتوا هنايا في المحكمه، دوزوهم في المحكمه ديال هذه الابتدائيه، دوزوهم داروا التزام بلا ما يعاودوش يتعرضوا لها، ولاو داوها لابتسامه، حطوها ابتسامه. شي دراري اخرين ثاني، شي قاصرين ثاني عاوتاني جمعوا معاها. داوها لتمايا، بقات وقيله ثلاث ايام ولا اربع ايام، جابوها للمحكمه هنا سمعوا منها، دوزوها. اذا دابا ملي وقع المشكل البنت بالاذن ديال يعني النيابه العامه والقضاء حطوها في مركز الايواء. في المركز. باش تاخذ العنايه النفسيه. النفسيه ديالها والشهاده الطبيه باش يركزوا لها على كشي ديال الدماغ ديالها. انها قصيره. قصيره. هي هذيك جابوا ردوها، جابوها النهار ديال اللي قدموا هذوك الدراري، جابوها للمحكمه، جابوها الشرطه، دخلوها، داوها عاود في عشيه صافي سالينا، داوها قدموهم وما ردوهم، داوهم لتولال،
وهي الدواء الابتسامة. جلست ابتسامة يومين غوتت لي قالت لي بابا قلت لها قالت لي خصني شي 100 درهم قلت لها واخا بنتي. هي هذيك كنت انا شويه دابا بلاش كتراجع ما تقول لك بابا ولا شي بابا خصني 100 درهم هي هذيك غوتت لي واحد النمره واحد البنت تمايا مشيت اسيدي عطيتها لهذاك اللي مقابل تما لداخل من الباب لداخل ماشي العساس لا عطيتها له غوت لي شي 100 درهم بنتي يلا 100 درهم لا غدا ولات غوت لي قالت لها بابا راه ما عطاونيش 100 درهم قلت لها شنو بنتي شوفي هذاك راه يعطيلك ولا عطاها لها من تما عاود سمعت خبارها الان دابا راه شهر 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 دابا ما عاودش تخبرها خرجت من المركز فين كانت غادا كانت غادية قال لك تقرا هي باقا كتعرف اش كتقرا هي كتقرا قال لك في الخامس البنيه كتقرا في الخامس في الخامس دابا هاد العام راه طلعت للسادس السادس ديالها يعني من المركز غادا تقرا غادي تقرا هذيك طريقها للمدرسه صافي من تما عاود بانت ما رجعتش لدابا هي هذيك دارت ابتسامه اربع ايام جا شي واحد قال لي بنتك راه شتها مع شي وحدين على برا في الكراكر ها فين ها فين قلت له شنو قال لي كي قالت ما غوت انا الابتسامه في ديك البلاصه اللي لقيتها فيها نهار الاول البلاصه غوت لها ديك ابتسامه قلت لها كيفاش بنتي حتى امر من تما حاطينها تمايا وما كايناش قالت لي بنتك راه خرجت وحنا شنو غنديروا لها هذا هو الجواب باش جاوبتني قالت لك انا ما عندي ما نديروا لها صافي مشيت انا من هنا لتما كنقلب شي كيقول لي هنا شي هنا شي هنا ما لقيتهاش كاع ما هذيك الساعه ما عاودت لقيتها كاع ما خليت حتى بلاصه في مكناس مكناس درت بجهه بجهه ما خليت حتى قنت ما كاينش الحس ديالها الان دابا راه شهر ما كاينش الحس ديالها شهرت لي يعني. شهر دابا طويل ما كاينش شي بلاصه اللي لقيتها بيها فين كنتي دابا دابا منين دابا طلعت من محمد الخامس كنتي في لامور في لامور بلاصه الموتى تما دخلت كنتي في مستودع الاموات دخلت دابا مشيتي حتى لمستودع الاموات وليتي كتقلب تقول لي كون تكون قلت انا راه ميتة ولا شي حاجه شهر هذا كيفاش كاع وصلتي اخويا حتى لهالدرجه با عزيز اخويا حتى لبلاصه الموتى ما لقيتهاش ودابا انا كنطلب الله يخلصهم باكفس عقوبه مع عند سيدنا الله ينصر وصلتي لدرجه انك تقول بنتي صافي راه ماتت ايوا شنو ندير دابا ما بقاش كنحس ديالها كيبان كاع كل خطره كيدير حالة امها وحالة امها راه ما فيها ما يتشاف مسكينه كاع المراه ولات كت الصباح خرجت اليوم الجمعه خرجت من الصباح هي كدور مسكينه على رجليها هبطت للزيتون هبطت للتوارقة دازت على المنصور طلعت بحال مسكينه على رجليها كتدور ميكا وراه طلعت دابا للدار هذا هو الحماق اخويا يلاه واش هذا ماشي الحماق هذا الله يحسن العوان اخويا ما سهلاش الحماق ما سهلاش ما يمكنش هذا وكاع هاد البنت هادي في المثل قهرته ما شدوها ما شدوهاش وهاد البنت راه خصها 24 ساعة تكون كاينة نعم. البنت راه 14 عام قل شهر 14 عام قل شهر قل شهر نعم دابا واش هاد البنت هادي غتغلبك ما تغلبكش هذيك الساعة من ما يتحملوش المسؤولية ديالها خلوني انا بنتي نديها لبلاصة أخرى لا ولكن هنا السؤال غادي نسولك واش هاد البنت يعني السلوك ديال بنتك كيداير يعني واش فايت ليها دارت هاد الخرجات واش فايت ليها كانت كتخرج البنت خرجها شي واحد قبل منها خرجة واحدة بنهار ورجع سميتو ما نسميش لا ما نسميش خرجت ولا ترجعت فايت وقع هاد الشيء وقع لهذا المشكل خرجت قديم دا جيت قصبتها حرطان وراه عندي توا به الشكايه هنا وجابوه نهار 25 في الشهر وسامعوا له وطلقوا ولا مشى بحاله ودابا هذوك الوالا هما اللي مشاركين مع هاد التوالا راه كلشي شارك في الجريمه هادي كلشي كي الاول كي الثاني مشاركين دابا شي كيسير هاد الشيء ويعني هنا خويا يعني بغيت نسولك قلت لنا قبيله انه جاو عندكم الناس كيقول لك جاو عندي من بقرعه جا هو وامو واحد الدري اخر كان مشدود في الابتدائي بوه عساس بشي بلاصه هي هذيك جا كيقول لي دير لنا التزام على خويا يخرج كنقول له انا ما نديرولكش ولا واحد شويه مشى مع التزام ولا تنازل التزام شنو التزام علاش غتلتزم باش تلتزم عليها خرج خويا قلت له انا ما ندير معاك لا التزام لا تنازل لا حتى شي حاجه واو خرج للشارع تما لحدايا في الدرب وبقى كيقول لهم واه عباد الله راه كيبيع ويشري في بنته وراه كيبيع ويشري في بنته انت كتبيع ويشري في بنته وكيقول كيقول لهم راه كيبيع ويشري في بنته الفلوس وانا وريوني شي واحد هنا في الحومه كامله لقى شي واحد عندي 4 دريال زايده نعطيه اللي بغى انا راه لا واش دخلتي في مساومات مع الناس لا ما دخلتش انا مع شي واحد ولا شي عندك شي واحد عرض عليك فلوس ولا شي تنازلات جا عندي هذاك بقى كيهددني مشي ديك راليز به صافي لا غير نعم انت عارف كما قال السي عبدو عارف البنت واقع فيها هذا الشيء كامل ويعني وباقي وخليتها تمشي للمدرسه ومخلينا تمشي للمدرسه وانا المدرسه قلت لهم ديوها للحبس التولال قلت لهم ديال القصيرين بنتك بنتي قلت لهم ديوها للقصيرين باش تعالج قلت لهم ساعه ما داوها حتى واحد داوها الابتسامه داك الشيء ما فين وصلوني صعيب يا خويا هذا الشيء باز لك زعما انت يعني كتعاود وكتقول يعني باز تقهرت نكذب عليك تقهرت ما خليت حتى بلاصه فين ما دورت ما خليت
حتى قنت بلاصه بلاصه كندورها والو بحال الحمق. قالوا لي في الهديم هبطت الهديم بالليل، قالوا لي ساري صواني مشيت ساري صواني، قالوا لي بلاصه الصوفا مشيت بلاصه الصوفا، قالوا لي في المعركه مشيت للمعركه توارقه ما خليت شي بلاصه. قالوا لي محمد الخامس بلاصتكم من ترى هبط اليوم الجمعه محمد الخامس شوف بلاصه الموتى حتى الموتى ولا شي تقلب. حتى بلاصه الموتى مشيت كنقلب عليها. لا حول ولا قوه. هما راه معاهم مخبعينها تما في هذاك جي عندهم فوق قرعه، هما مخبعينها تما. باش عرفتيهم مخبينها؟ هما ما يمكنش هذيك اليوم اللي بانت مع صاحبنا راه. ولا عندك شي معلومات تعطيها لرجال الامن الوطني غيجيبوها في البلاصه؟ عرفتي لابيجي هنا في مكناس راه ما يتزاكلوش معاك. شوف مشيت انا لتما وقلت لهم اشنو اشنو البنت ديالي راه كانت مع فلان وفلان، ولكن في عين السلوكي في الدائره الخامسه. مشيت عندهم للدائره الخامسه وقلت لهم بنتي راه فلان وفلان جا هددني وهي راه كاينه مع فلان وما جابوش. عطيت شي ما يفيد، عطيت شي دليل، عطيت شي حاجه. قلت لهم راه شنو 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 بنتي راه قال لي. واخا شنو اللي سالتك اليوم؟ الا بنتك اليوم كتشوف فيك ها هي الصوره ديالها اللي كنتمنى ان الناس تبارطاجي، هذه هي الصوره ديال البنيه مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في. هذه ساره ولا ميتة؟ ساره الواقف. ساره الواقف. انا بغيت نشوف بنتي واش ميته ولا حيه. دابا هذا هو المشكل، خصني نعرف بنتي واش ميته ولا حيه. ما عرفتش دابا انا بنتي دابا كيفاش قبيله كتقول لي لا حق راه كما شادينها ليا تدوز المحكمه؟ دابا شنو اللي خلاك تقول هاد الهضره اللي ماشي ساهله؟ دابا البنت ديالي حيت هذيك البلاصه اللي بانت فيها في الكراكر، كراكر البلاصه ديال الكراكر كيقولوا لي كراكر فين جات هاد الكراكر؟ كراكر في هذا في عين السلوكي من فوق حدا بوقرعه. السلوكي من الفوق بوقرعه. بوقرعه الخلا والقيفر واحد البلاصه كتخلع صح. مشاو معايا الشرطه تاليها وهبطنا تاليها وما لقيناش بالنهار. هما كيقولوا كتكون بالليل من 11 الليل لفوق. واش انا عندي القدره باش ندخل انا تما بوحدي من 11 الليل لفوق؟ كاين اللي عنده القدره الحمد لله، كاينين رجال قادين بشغلهم غيمشيو ليها غيمشيو ليها، خاص غير ما يفيد خاص راه سيور خاصو يعرفوا البلاصه واش كاينه بالضبط ولا ماشي واحد كيدير. واش باقي زعما شي واحد اخر يقدر يديوها عاوتاني يستغلوها؟ دابا راه مستغلين. دابا اش باش تقول دابا انت زعما راه شي وحدين اخرين ثاني معاهم عاوتاني؟ دابا راه مستغلين هذوك اللي معاه داو شي بلاصه اخرى، اما سادين عليها في شي بلاصه تما تدوز المحكمه باش ما تحضرش، ولا البنت ماشيه بخاطرها، ولا البنت غاديه معاهم بخاطرها ما عرفتش دابا كيفاش. باش ما نقولش غير احتمال، كاع احتمالات وارده. غاديه معاهم بخاطرها هي اولا راه سادين عليها في شي بلاصه تدوز المحكمه. حيت شهر وهذه البنت غابره. ما يمكنش هذه البنت تغبر شهر، مول فوق شي يومين ثلاث ايام تغبر كتصوني على عمتها. عمتي انا راه بغيت عمتي اشنو اشنو اشنو. صونات على عمتها هذه؟ عمتها ما صوناتش عليا كاع دابا شهر. ما بانتش. ما بانش. لا ما توحشتش ميمتها، ما توحشتش. صنعوا عليا شي نوامر من الجمعيه غوت لهم خطره تقول لي راه خرجنا من الجمعيه، واحد البنات كيقولوا لي خطره خرجنا حنا من الجمعيه مشينا لديورنا، خطره كتقول لك لا راه حنا رجعنا للجمعيه. خويا هادشي هذا دوخني انا راه حماق غير حماق وصافي. لا خدمه لا رمال. لا خدمه لا والو، كتقيل كدور خصك عبد ما قال لك شي واحد سير شي بلاصه كتمشي لها. نعم وشنو رسالتكم اليوم اخويا؟ انا الرساله ديالي كنطلب سيدنا اكفس عقوبه يعطيها لهادو اللي مشدودين عليها. وبنتي خصها تبان، لما بانت بنتي راه ما كاينش شي حاجه، راه ما نقدرش ندير شي حاجه مع شي واحد كاع اصلا. شنو غدير بحالاش؟ بحال هكا في المحكمه راه ما نحضرش كاع. علاش؟ ما نحضرش كاع، علاش بنتي تحضر بنتي؟ شنو سادين عليها ولا فين داروها؟ ما عرفتش انا بنتي دابا فين كاين. خطير هادشي اللي كنسمعوا مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في، خصوصا مع هاد المراهقات والمراهقين. مازال ما بالغاش حتى البلوغ. البلوغ راه مازال ما بالغاش 14 قل شهر. دابا وهي راه هي دابا ولات مشرده هما مقرقبين، هاد البنت ما كتعرف لا بوها لا امها لا حتى شي حاجه، هي ضاعت ما عرفت واش تحت الارض ميته ولا دافنينها ولا الله اعلم فين كاينه كاع. غدا ولا بعد غدا تمجيك حقا انا حامله ولا غدا ولا بعد غدا يجيبوها لي حامله بكرشه، شكون اللي يتحمل المسؤوليه ديالها؟ مصيبه هذه، مصيبه صراحه. الله يحسن العوان ديال الوالدين خصوصا مع هاد 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 الجيل هذا اللي جيل صعيب. دايرين هاد المطر الشينوا اللي شاف شي بنت كيهزها، اللي شاف شي بنت مسكينه قصيره كيقول لها طلعي مورايا كنضربوا دويره كيهزها كيزيد بها صافي مشات. وجداها معاهم؟ وجداها معاهم اخويا، جداها عندهم كاع. حنا كاع هادي اللي غادي تركب مع تركب في موتور هادي راه خاص تربيها بيني وبينك، راه خاص الناس تربي ولادها تربيو البنيات ونوقفوا على هادشي. التقوبيه هو اللي ولا كثير. والحقيقه نقولوها سيدي عزيز، كيما كيجي عند بنت كيعطيها دانون كيقول لها كيعطيه لصاحبتك، كتعطيه لصاحبتها كيقرقبها كيهزها. هاد القرقوبيه ولا داير عالم في المغرب. فالله يهدي ما خلق مشاهدينا، رغم المجهودات الكبيره اللي كتقوم بها المصالح ديال الامن من اجل انها يعني الاجتتاد ديال هاد الوساد وهاد الحبوب ديال الهلوسه اللي كما
كنسمعوا الان كاين مجهود كبير كيدار، ولكن راه شوف انا كنقولها وكنعاود نقولها مره اخرى، راه خاصنا يعني كجميع مكونات المجتمع بجميع القوى ديالو الحيه كلها توقف. اي كاينه مقاربه امنيه، شكرا لرجال الامن الوطني، شكرا للديستي ومراقبه التراب الوطني اللي كنشوفوا عمليات نوعيه كل مره، يعني راه في كل اسبوع او كل نهار راه الا وكتكون عمليه على المستوى الوطني من طنجة لجميع المحطات ديال القطارات في جميع الطرق، كاين عمل كبير كيدار باش نوقفوا هاد كما كنقولوا هاد النزيف هذا ونقطعوا هاد 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 السلع. راه حرب داروس كتاخذ الاجهزه الامنيه على هاد الحبوب ديال الهلواسه. لكن اليوم الواقع اللي امامنا والحدث اللي امامنا مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي هو طفله ديال 14 سنه، مجموعه ديال الملابسات الان سمعنا الاب شنو كيقول، وبقى ملابسات اخرى ما عرفش الله اللي عالم بها. كاين تحقيق اللي كتجريه الضابطه القضائيه هنا بولايه امن مكناس مشكوره على المجهودات ديالها. الان كما سمعنا كيقول لك انه كاين توقيف ديال اربعه ديال الاشخاص. الاب كيقول لك لا راه بنتي كانوا مع 14 ولا 17 ولا ما عرفتش شحال ديال الناس، كانت تم ايذاعها بمركز الايواء الى حين اكمال اجراءات المحاكمه وهذه المسائل. هذا السيد كيقول لك انها خرجت من مركز الايواء في اتجاه المؤسسه التعليميه مع بداية شهر شتنبر، ليومنا هذا البنت ما كايناش، لم يظهر لها الأثر، اتصالات وباقي لي زابيل كيجيو. نعم الحاجة حبيبة قالت لك نعم حضيو ولادكم، فاليوم هذا هو المسألة الحقيقية اللي خاصنا، وهذه هي الصراحة اللي خاص المغاربة كاملين يعرفوا. آباء وأمهات تحملوا مسؤولية الوليدات، أنا ولدوا الوليدات دانا الله لا يحرم منها شي واحد، الحلاوة ديال الدنيا كما كنقولوا، وعلاش الإنسان خدام على الوليدات، ولكن راه ماشي نولد وليدات هي غادي ندير ليها هي غير نوكلو نشربو نلبسو نسكنو مزيان، لا حتى ربي والتربيه هي الاولى، لانه راه لمشينا غير لسميه الوزاره راه غنلقاو التربيه عاد التعليم، لانه التربيه سبقات كل شيء، لما ما مربيش راه ما غيتعلمش وما غاديش يكبر وما غيتقادش. اذا اليوم كل شيء يتحمل المسؤوليه. اليوم الموضوع مشاهدينا وهذا الملف راه معروض على انظار القضاء، كاينه جلسه في 10 اكتوبر من هذا الشهر اللي غادي تقدم فين غادي، واش في الاستئناف ولا في جنايات؟ هادشي ديال الجنايات. نعم مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي، كلمتك الأخيرة أخي، وهنا رسالة لكل الآباء ولكل الأمهات، تحية لشيديك الحاجة، تحية للسي أنور، تحية لكل الناس اللي معايا من خلال التعليق ديالكم، من خلال التفاعل ديالكم. هذا موضوع اللي كيهم، ما بقاش ساهل، الاختفاءات كثروا، شفنا السنة الماضية مع نهاية الموسم الدراسي شحال من بنت اختفات وشحال من ولد اختفى، صافي غير قربوا النتائج اللي مكحلها هرب، خلى والديه عايشين يعني العذاب عاشوه. فمرة أخرى كيبقاو هاد الاختفاءات ظاهرة لليوم. مشكورة الإدارة العامة للأمن الوطني اللي وضعت منصة مخصصة لهاد الباب هذا، خصوصا مع ظل في ظل انتشار هاد الظاهرة ديال الاختفاءات. فاليوم كاينة منصة على مواقع التواصل الاجتماعي اللي وضعتها الإدارة العامة للأمن الوطني اللي كتوضع فيها مخصصة لهاد الحالات ديال الاختفاء والتتبع ديالها. نعم أخي كلمة أخيرة لك قبل نهاية هذا البث المباشر. خويا أنا كنطلبهم يشوفوا تشوف عاد بنتي. وها بنتك رجعات اخويا عزيز، دابا راه نشوف بنتي، انا بنتي ما عرفتها واش ميته ولا حيه ولا ما كايناش كاع، القلب ديالي تقطع عليا، ما بقى كيجيني نعاس، ما بقى كيجيني حتى شي حاجه، ما كنت كنكميمه ولا وليت نكمي وليت ندير اي حاجه، تقهرت كتمشي سير حتى الغدا سير حتى بعد غدا سير حتى ليه سير حتى ليه، ما كاينش شي بلاصه اللي كيقول لك بنادم راه فيها التصحيح. الله انا كنطلب الله سيدنا يحكم عليهم باكفس عقوبه، شي ما كنتمنى. نعم فالحمد لله على مؤسساتنا، لا المؤسسه القضائيه ولا النيابه العامه ولا يعني الحمد لله السياسه الجنائيه عامه حتى هي راه غاده في نفس الاتجاه ديال هاد الظاهره ديال انها توقفها وتحدها، لا من خلال الاحكام اللي كنشوفوا ولا من خلال نعم. يصوني عليا في التليفون ديالي نمشي نجيبها، اللي شافها في شي بلاصه اللي شاف هاد البنيه في شي بلاصه اللي شافها في شي بلاصه يتصل بيا. نعم مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي كما كنسمعوا الان من عند الاب، اللي شاف هاد البنيه في شي مكان السميه ديالها ساره، اللي شافها الله يجازيه بخير يتواصل مع الاسره ديالها، بنيه باقا صغيره 14 عام، شوفوا شنو واقع. نعم جليله اصعب مرحله هي المراهقه، لذا وجب الانتباه للابناء. نعم اختي ولكن خصوصا مع هذا الجيل هذا، جيل ديال الكونيكسيون، جيل ديال الكارت جي، جيل اللي ولا باغي سابق زمانه كما كنقولوا، ولا عايش وقت من غير الوقت ديالو. أه
السي انور واخويا اش غادي نقول لك، كنتمنهم الله لا يضر شي واحد في وليداته، لا يضر شي واحد في وليداته. مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي في انتظار نسمعوا اخبار جديده على هذه البنيه هذه، الله يرجعها على خير. نعم اختي، والله يسمع والديها اخبار الخير، الله يكون في عون هذا الاب والام، لانه يعني كما كان الحال هذه راه الكبده، هذا راه الدانا، حتى واحد ما غيبغيش واحد يضر في وليداته، خصوصا الوليدات، وهذه غير بنيه. الاب الان كيتكلم لنا عنده ثلاثه ديال البنيات، هذه هي الكبيره فيهم البكر، ها هو تقاص في هذه البنيه هذه، الله 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 يكون معاه. صراحه مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، اليوم شهر واكثر باش غبرات هذه البنت هذه، باش اختفات على الانظار، شنو واش مخبينها؟ واش هاد البنت داوها عاوتاني عناصر اخرين ولا شي شباب اخرين؟ حنا راه كنعرفوا هادوك هاد الذئاب البشريه، راه الاخبار كدور مع بعضياتهم، كيعرفوا راه فلان راه فلان، وراكم عارفين المصطلحات اللي كيديروا، راكم عارفين كيفاش بحال اساس بحال راه ما عندهم لا خواتات، ما عندهم مو، ما عنده اختو، ما عنده والو. فكنتمناو انه القانون يقول الكلمه ديالو، وكذلك الحد من هاد الظاهره والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه انه يؤذي وليدات المغاربه وبنيات المغاربه، لانه راه الاباء والامهات ضاربين تماره صباح مساء، اللي كيخدم مع الربعه الصباح، اللي كيخرج مع السته الصباح باش يجيب ديك لقمه العيش، لكن واخا تجيب لقمه العيش اخويا المغربي ولا اختي المغربيه، راه مفروض عليك تربي وتعاود تربي وتراقب وكل شيء عليك، لانه انت كما كنقولوا انت مول انت السائق، انت رب الاسره، المسؤوليه ملقات عليك. اشكركم مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، كنتمناو التفاعل الايجابي. الفوطو ديال البنت راها ما بيناش، نعم اختي ها هي البنيه، حنا غنقربوكم مريم، مريم القرش ها هي اختي. اخي العزيز، واحد الحديقه بحي اناسي بالقرب من نهايه الخط 33، حاله كارثيه مثل هذه المراهقات والمراهقون. نعم خويا هذا التعليق ديالك تكتب هنايا، والحمد لله على الاعين التي لا تنام، نتمنى وغيتفاعلوا معاك من خلال هذا التعليق هذا وغيمشيوا لهذه الحديقه. نعم حديقه بحي اناسي بالقرب من نهايه الخط 33، حاله كارثيه مثل هذه المراهقات والمراهقون. واش السي انور ابو نعيم كاينين فيها المراهقين والمراهقات؟ واش وهنا كنوجه لكم رساله حتى نتوما كمجتمع مدني كمواطنين، اي سلوك بانت لنا، اي جماعه ديال شي دراري بانوا لنا مراهقات مراهقين شي حاجه اللي ماشي هذيك، الامور راه ولات سهله. هذاك التليفون اللي كنديروا به، هذاك التليفون ناخذ به التصويره للحاله ونتواصل مع رجال الامن الوطني ونرشدوهم وندلوهم، لانه الامن ديال بلادنا راه مسؤوليتنا كاملين، ماشي ايه كاين المسؤوليه النظاميه والقانونيه راه عند مؤسسات معينه، ولكن هذه راه الحمايه ديال بلادنا من خلال التبليغ، من خلال الارشاد، من خلال اننا نوصلوا المعلومه، لانه هذا الشيء لما ضريتيش انت اليوم غادي تضر غدا، ولا ما يعني شوف يوم لك ويوم عليك، لا يضر شي واحد، ولكن راه ما وقفناش هذا الشيء، راه غدا يوصل عندي ويوصل عندك ويوصل عند الاخر، ما نبقاوش غير كنشوفوا ونتفرجوا ونتعجبوا ولا الله يدير الخير. نعم مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، الله يرجع هذه البنيه على خير. نعم سي انور ام عثمان الله يفرجها، الله يرجعها اليوم على خير. نتمنى التفاعل الايجابي مع النداء ديال هذا الاب هذا، كذلك نتمنى انه كذلك اداره المركز الايوائي الا كاين شي توضيح، نحن راهن الاشاره من اجل اعطاء جميع التوضيحات فيما يخص الحاله ديال هذه المراهقه اللي غادرت المركز في اتجاه مؤسسه تعليميه ولم تعد للمركز كما ذكر الاب قبل قليل، وكما اعطى مجموعه ديال التصريحات اللي كنتمناو الا كان عند هذه اداره المركز اي توضيح في هذا الباب، فنحن راهن الاشاره من اجل معرفه ما وقع بالضبط لهذه البنيه هذه. نعم سيدي انور شكرا لك، وجمعه مباركه، والله يرجع ساره على خير، والله يسمع اخبار الخير، والله ياخذ حقك سيدي عزيز وحق كل مغربي وكل اب وكل ام ضاعت ليه بنته ولا ولده ولا تعداوا ليه على ولده ولا بنته. هاد الذئاب البشريه لليوم كتخرب اسر، اليوم اسره كامله مشتة، الله يدير الخير. اشكركم والى اللقاء، راجيه من الرحمن زار، اللهم امين يا ربي، الله يحفظنا ويحفظ وليداتكم في هذا اليوم الكريم عند الله.